بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، جئتكم اليوم بدرس جديد في القواعد الصرفية، وهو بعنوان الضمائر المنفصلة. أعزائي التلاميذ، الضمائر المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: أولاً، ضمائر المتكلم، ومنها ضمائر المفرد وضمائر المثنى والجمع معا. ضمير المفرد وهو أنا مخصص للذكر والأنثى، مخصص للذكر والأنثى. وكذلك لدينا الضمير نحن، وهو مخصص لذكرين اثنين أو أنثيين اثنتين أو مجموعة من الذكور أو مجموعة من الإناث. إذن خلاصة القول ضمائر المتكلم، وهي أنا ونحن. أنا ونحن، ضمائر المتكلم هي أنا ونحن. ننتقل إلى القسم الثاني من الضمائر المنفصلة، وهو ضمائر المخاطب. ضمائر المخاطب وهي مجزأة إلى ثلاثة أجزاء: المفرد والمثنى والجمع. إذن ضمائر المفرد وهي أنت، وهي مخصصة للمذكر. ولدينا الضمير أنت، وهو مخصص للمؤنث. ننتقل الآن إلى ضمائر المثنى، ونكتفي بالضمير أنتما فقط، وهو مخصص للذكر والمؤنث معا، للمذكر والمؤنث معا. الآن ننتقل إلى ضمائر الجمع، وهي أنتم. الضمير أنتم وهو مخصص للمذكر، ولدينا الضمير أنتن وهو مخصص للمؤنث. خلاصة القول نقول أن ضمائر المخاطب وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. أعيد: الضمائر أو ضمائر المخاطب وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. القسم الأخير من الضمائر المنفصلة وهو ضمائر الغائب، وهي مجزأة أيضا إلى ثلاثة أجزاء: المفرد والمثنى والجمع. ضمائر المفرد وهي هو، وهذا الضمير مخصص للمذكر. ولدينا أيضا الضمير هي، وهو مخصص للمؤنث. ننتقل الآن إلى المثنى، لدينا الضمير هما، وهو مخصص للمذكر أيضا. ولدينا أيضا الضمير هما، وهو مخصص للمؤنث. وفي الأخير ننتقل إلى ضمائر الغائب، أو ننتقل إلى الجمع، ولدينا الضمير هم، وهو مخصص للمذكر أيضا. ولدينا في الأخير الضمير هن، وهو مخصص للمؤنث. خلاصة القول عزيزي التلميذ، ضمائر الغائب هي هو، هي، هما، هما، هم، هن. أعيد: ضمائر الغائب وهي هو، هي، هم، أو هما، هما، هم، هن. وفي الأخير أعزائي التلاميذ، في الدرس القادم إن شاء الله سنتعلم معا كيف نصرف الفعل الماضي مع كل الضمائر. إلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.